السلام عليكم، رجعنا لكم بحلقة جديدة من سلسلة السيطرة على آبار الحاف الويل كنترول كورسيز، وحلقتنا اليوم بعنوان بم برشار ضغط المضخة. البم برشار كتعريف هو سيستم اللي نخسر من خلال الضغط، يعني ضغط المضخة المطلوب للتغلب على الخسائر بالضغط والناجم عن الاحتكاك. يعني فلويد في مساره لابد أن يخسر ضغط نتيجة الاحتكاك السائل مع جدار الأنابيب، يعني هو مجموع الضغوط اللي نخسرها خلال سايكل الطين اللي يبدأ من المضخة ومن ثم التوصيلات السطحية السيرفيس لاين ومن ثم الستاند بايب ومن ثم الروتوري هوز ومن ثم الجوزنيك ومن ثم السوفل ومن ثم الكيلي ومن ثم الدريل بايب ومن ثم الدريل كلر ومن ثم البيت وبعدين الأوبن هول وبعدين الكيست هول ومن ثم السيرفيس. البم برشر هو نفس السيركيليشن برشر ونفس الستاند بايب برشر، ولكن فرق الستاند بايب برشر عن البم برشر عنده فقدان فقط بالتوصيلات السطحية. ضغط المضخة ممكن نقرأ عند لوحة الحفار المارتن ديكر أو البم نفسها أو الستاند بايب برشر أو المد لوغر يونيت. عن ضغط المضخة هو الضغط المطلوب للتعويض عن فقدان الضغط في مساره إلى قاع البئر ومن ثم رجوعه إلى السطح. يعني أنا قد أخسر ضغط حتى أعمل تدوير للطين، يعني سائل الحفر، حتى يصل في مساره إلى المطلوب وحتى نتمكن من رفع الكاتينج من قاع البئر وأتمكن من حفر سكشن جديد، يعني الضغط أحوله إلى فيلوسيتي سرعة، والشيء طبيعي إذا الضغط قليل ما نستطيع رفع الكاتينج، يعني ما راح أوفر هول كلينينج جيد، يعني راح يكون عندي بور هول كلينينج. ضغط المضخة أو السيركيليشن بام برشار منين نحصل عليه أو منين يجي؟ أولا فقدان الضغط بالتوصيلات السطحية، وثانيا فقدان الضغط بخيط الحافر السترينج، وثالثا فقدان الضغط بالبريمة، ورابعا فقدان الضغط بالمجال الحلقي بين خيط الحافر وجدار البئر أو البطانة، يعني التجويف المفتوح والتجويف المبطن. طبعا أنا كمهندس حافر متواجد بالموقع لابد أعرف شقد عندي خسائر بالضغط لكل جزء كومبوننت، لذلك لازم أجري حساباتي وأعرف وأتأكد وأقارن. هسه نجي الفقدان الضغط بالتوصيلات السطحية ونرمز له P1، يعني البرشر لوسز بالتوصيلات السطحية. طبعا عندي البي 1 يساوي الاي فرو مرفوع للأس 8/10 في الكيو مرفوع للأس 1.8 في البي في مرفوع للأس 2/10. هسه نجي نتعرف على الرموز. طبعا البي معناها برشر لوسز عبر التوصيلات السطحية، ووحدة قياسها البي اس اي يعني فقدان الضغط. طبعا الرو اللي هي الدنسيتي المود دنسيتي وزن الطين او كثافة الطين، وحدة قياسها البي بي جي. طبعا الكيو تمثل الفلوريت معدل الجريان اللي هو جالون بير مينت. وطبعا الاي عندي ثابت يعتمد على نوع التوصيلات السطحية المستخدمة عندي. عندي البي في بلاستيك فيسكوسيتي وحدة قياسها سنتوبويز. طبعا بالواقع عندنا 4 انواع من التوصيلات السطحية، النوع الأول ستان بايب، والنوع الثاني روتوري هوز، والنوع الثالث سوفل، والنوع الرابع كيلي. لأي جزء اعتمادا على الطول اللي هو اللينث بالفوت واعتمادا على الانسايد دايمتر اللي هو القطر الداخلي بالإنج، لأي جزء نطابق المعلومات ونحدد ونختار قيمة الثابت ونطبقها بالمعادلة حتى نتمكن من استخراج البي 1 اللي هي تمثل فقدان الضغط بالتوصيلات السطحية. طبعا خسائر الضغط خلال مسار سائل الحفر الى قاع البئر ومن ثم رجوعه الى السطح. طبعا لو نجي عند البي 1 يمثل فقدان الضغط بالتوصيلات السطحية، وعند البي 2 يمثل برشر لوسز انسايد دريل بايب، وعندي البي 3 يمثل برشر لوسز انسايد دريل كلر، وعندي بعدها فقدان الضغط بالمجال الحلق، وطبعا عندي البي 4 يمثل برشر لوسز اراوند درل كلر، يعني فقدان الضغط حول الدرل كلر يعني بين الاوبن هول والدرل كلر. وعند البي 5 يمثل يعني برشر لوسز اراوند درل بايب يعني بين الاوبن هول والدرل بايب.
وعند البي 6 يمثل البريشر لوسز اراوند الدريل بايب، يعني الكيسد هول سكشن يعني بين الكيسينج والسترينج اللي هو الدريل بايب. طبعا البي بيت يمثل خسارة الضغط عبر الدقاقة. طبعا هسه عندي البي 4 والبي 5 والبي 6 يمثل الاي بي ال، طبعا هو قيمته قليلة بس لازم ناخذه بنظر الاعتبار لانه يدخل بحسابات خسائر الضغط حتى نتمكن او نعرف حساب قيمة البم بريشر. بالواقع عندي الموديلات الريولوجية ريولوجيكال مودلز، طبعا هاي معادلات رياضية لتخمين سلوك الماع. هاي الموديلات توفر وسائل لغرض حساب ضغط المضخة، وعندنا نوعين من الموديلات الرياضية او بالواقع ثلاث لكن شائعة الاستخدام نوعين، وعندنا اولا بينكهام بلاستيك مودل وثانيا باور لو مودل. طبعا كل موديل رياضي له ظروف استخدام خاصة يختلف عن الاخر. مثلا بينكهام بلاستيك مودل يستخدم في الاطيان ذات نسبة عالية من المواد الصلبة والاطيان النفطية والاطيان عالية التشتت او عند استخدام ملاط السمنت. اما الباور لو مودل يستخدم في الاطيان غير المشتتة او اطيان البوليمر بوليمر مات وكذلك الاطيان الحامضية. وطبعا لحساب البم بريشر اني اختار بينكهام بلاستيك مودل لانه احسه افضل واسهل، لكن اذا يحددك او مرات للطلبة بالامتحان يحدد نوع المودل هنا يكون الكلام مختلف حسب ما مطلوب منك بالسؤال تجاوب. طبعا انا عندي خسائر الضغط اللي هو قلنا البم بريشر يساوينا البي 1 زائد بي 2 زائد بي 3 زائد بي 4 زائد بي 5 زائد بي 6 زائدا بي بيت. طبعا البي 1 تمثل خسائر الضغط بالتوصيلات السطحية، وعندي البي 2 والبي 3 تمثل خسائر الضغط بالسترينج اللي هو الدريل كلر والدريل بايب، وعندي البي 4 والبي 5 والبي 6 يمثل خسائر الضغط وين بالانيولاس بالمجال الحلقي، وعندي البي بيت تمثل خسائر الضغط حول الدقاقة. وهسه باستخدام بينكهام بلاستيك مودول نحسب خسائر الضغط او نحسب البم بريشر. وهسه بالنسبة للدريل سترينج فريكشن خسائر الضغط في داخل السترينج او نسميها بايب فلو، وهذا يمثل الدريل بايب والدريل كلر والبتم هول اسمبلي. اذا احنا بالواقع لكل جزء لكل كومبوننت الدريل كلر كان الدريل بايب بتم هول اسمبلي لازم نعرف ابعادهم، نعرف الانسايد دايمتر ونعرف الاوتسايد دايمتر وطول كل جزء وخواص الطين الريولوجية اللي تشمل المود ويت والبلاستيك فيسكوسيتي واليولد بوينت، ونمط الجريان لازم نعرفه هل هو لامينر صفائحي طبائقي او تيربلنت مضطرب. وطبعا حتى نتمكن من حساب البم بريشر لاي جزء كومبوننت لازم نتبع الخطوات الآتية. أولا نحسب الأفريج فيلوسيتي وتساوينا 24.5 في الفلو ريت على الإنسايد دايمتر التربيع، وهي وحدة قياسها الفوت على منت. وطبعا الاي دي حسب الكومبوننت اللي استخدمه، يعني عندي مثلا دريل بايب استخدم الاي دي للدريل بايب، أو عندي دريل كلر استخدم الإنسايد دايمتر للدريل كلر. ومن ثم نحسب ال VC اللي تمثل Critical Velocity وتساوينا 97 في ال BV البلاستيك فيسكوسيتي زائدا 97، من ثم جذر نفتح قوس البلاستيك فيسكوسيتي تربيع بلاس 8.2 في الرو اللي هي الدنسيتي في الانسايد دايمتر تربيع في اليولد بوينت على الدنسيتي في الانسايد دايمتر، هاي وحدة قياسها الفوت على منت. بعد استخراج قيمة الـ VC أقارن بين الـ VA الـ Average Velocity والـ Critical Velocity، يعني بين الـ VA والـ VC. إذا كانت قيمة الـ VA أكبر من الـ VC معناها عندي نوع الجريان Turbulent مضطرب، واستخدم المعادلة أدنى لحساب خسائر الضغط. الـ Pressure بالـ PSI يساوينا 8.91 في 10 أس سالب 5 في الـ Density مرفوعة للأس 8 بالعشرة في الفلوريت مرفوع للأس 1.8 في البلاستيك فيسكوسيتي مرفوع للأس 2 بالعشرة في اللينث. طبعا حسب الجزء اللي أنا جاي استخرج إليه البرشر لوس إذا كان الدريل بايب للدريل بايب، وإذا كان الدريل كلر للدريل كلر، وهكذا مقسومة على الإنسايد دايمتر مرفوع للأس 4.8.
اما اذا كان عندي الفي سي اكبر من الفي اي فنوع الجريان معناها لامينر، ونستخدم المعادله ادنى لحساب البريشر لوس فقدان الضغط. بريشر لوس بالبي اس اي اذا كانت عندي الفي سي اكبر من الفي اي يساوينا الال في البلاستيك فيسكوسيتي في الافرج فيلوسيتي على 90,000 في الانسايد دايمتر تربيع زائدا الال لينث لاي كومبوننت جاي استخرج البريشر لوس في اليولد بوينت مقسوما على 225 في الانسايد دايمتر. طبعا بكل بساطة نحسب خسائر الضغط لأي جزء موجود عندي بالسترينج يمر الطين من خلاله اللي هو عندي اما الدرل بايب او الدرل كلر او الهيفي ويت الدرل بايب، واي جزء له طول خاص بيه وانسايد دايمتر خاص بيه. وبهذه الخطوات طبعا نحسب فقدان الضغط لأي جزء كومبوننت، ثم نعيد نفس المعادلات اعلاه ونحسب كذلك الدرل كلر ومن ثم للهيفي ويت درل بايب. اكيد راح يختلف عند الانسايد دايمتر لكل كومبوننت وكذلك اللينث، وتكون عندي قيمه للضغط ايا كانت قيمتها 200 300 400 وات ايفر، المهم اخذها بالاعتبار وتدخل عندي لحساب البمب بريشر. نجي نحسب خسائر الضغط بالفراغ الحلقي اللي هي الاي بي ال لانيولار بريشر لوسز، ونرمز لها اي بي ال او انيولار فلو. طبعا هذا ضغط التدوير في قاع البئر والمسلط فعليا على الطبقة، او هو المتبقي من ضغط المضخة بعد الفقدان في المناطق المختلفة، ويتأثر بمعدل الجريان ونوع الجريان وتركيز الفتاة الصخرية المحفورة وحجم الفراغ الحلقي وخواص الطين الريولوجية. وهسه نجي نحسب خسائر الضغط بالفراغ الحلقي وعندي بين الدرل كلر والاوبن هول وبين الدرل بايب والاوبن هول بالاوبن هول وبين الدرل بايب والكيسينج بحالة الكيسينج هول. اذا عندي ثلاث مناطق لفقدان الضغط. اذا بين قطرين مختلفين بين جدار البئر والسترينج وبين البطانة والسترينج، اي احتكاك المائع مع جدار البئر والسترينج ومع البطانة والسترينج. هسه خطوات ايجاد الاي بي ال، اولا نحسب الفي اي قلنا افريج فيلوسيتي وتساوينا 24.5 الفلوريت. هناك عندنا على الانسايد دايمتر تربيع، هنا انا عندي الانسايد دايمتر بالنسبه للهول تربيع ناقص الاوتسايد دايمتر بالنسبه للسترينج ايا كان عندي درل كلر او درل بايب، هاي وحده قياس الفوت على منت. ومن ثم نحسب الفي سي وقلنا كريتيكال فيلوسيتي تساوينا 97 في البلاستيك فيسكوسيتي بلس 97 جذر بلاستيك فيسكوسيتي تربيع زائدا 6.2 في الدنسيتي في الدي اي تربيع في اليلد بوينت على الدنسيتي في الدي اي. هسه جانا مفهوم جديد اللي هو الدي اي، وطبعا الدي اي معناها الانسايد دايمتر بالنسبه للهول ناقص الاوتسايد دايمتر بالنسبه للسترينج لاي جزء عندي لاي كومبوننت جاي استخرج اليه البريشر لوسز. بس نجي نقارن بين الفي اي والفي سي. اذا كانت عندي قيمة الفي اي اكبر من قيمة الفي سي معناها نوع الجريان تيربلنت، ونستخدم المعادلة ادناه لحساب فقدان الضغط. البريشر لوسز ويساوينا 8.91 في 10 اس سالب 5 في الدنسيتي مرفوعة للأس، 8 بالعشرة في الفلوريت مرفوعة للأس، 1.8 في البلاستيك فيسكوسيتي مرفوعة الى الأس، 2 بالعشرة في الال اللي هو الليث لاي جزء كومبوننت انا جاي استخرج الى البريشر لوس. على نفتح قوس الانسايد دايمتر بالنسبه للهول ناقص الاوتسايد دايمتر لاي جزء عندي مرفوع كل هذا القوس مرفوع للاس 3 في نفتح قوس الدي اتش اللي تمثل دايمتر للهول اكيد الانسايد دايمتر بلس الاوتسايد دايمتر لاي جزء عندي للسترينج مرفوع للاس 1.8. طبعا اذا كانت قيمة الفي سي اكبر من قيمة الفي اي معناها نوع الجريان عند لامينار، ونستخدم نستخدم المعادلة ادنى لحساب البريشر لوسز. اذا البريشر لوسز بالبي اس اي يساوينا اللينث لاي جزء عندي في البلاستيك فيسكوسيتي بالافرج فيلوسيتي على 60,000 في الدي اي مرفوع على الاس تربيع زائدا اللينث في اليلد بوينت على 225 في الدي اي. وعرفنا شنو معنى الدي اي اللي هي الدايمتر للهول ناقص الاوتسايد دايمتر للسترينج. بس
هسه عندي مفهوم الـ ECD الـ Equivalent Circulation Density، كثافة التدوير المكافئة. طبعا كتعريف هي كثافة سائل الحفر اللازم لمكافئة ضغط التدوير عند فقدانه عند السحب مثلا لخيط الحفر، وتعتمد الـ ECD على مقدار الهبوط مقابل الطبقة. طبعا هي كقيمة أكبر من كثافة الطين الفعلية، ومقدار الزيادة تكون عندها بمقدار الـ ABL، وتسلط فعليا على جدار البئر. ABL عرفنا شلون نحسبه قبل قليل، نحوله إلى كثافة. شلون نحوله إلى كثافة؟ قسمة الـ ABL على الثابت في الـ TVD. إذا نحصل على كثافة تضاف إلى كثافة الطين القديمة الموجودة في داخل البئر، نحصل على قيمة الـ ECD وحدة قياسها بالـ BBG. وطبعا ممكن حسابها من البوتم هول بريشر على الثابت في التي في دي للبئر. وعرفنا سابقا البوتم هول بريشر بحالة الدايناميك يمثل الهايدروستاتيك بريشر بلس الاي بي ال. وهسه نجي نحسب خسارة الضغط عبر الدقاقة اللي هي البريشر لوس اكروس بيت. طبعا اكبر مكان يحدث به فقدان للضغط هو عند النوزل، لانه صغير جدا، لانه صغير الحجم جدا، يعني هذا الى حصة الاسد تقريبا من 60 الى 65% من مجموع الفقدان اللي يحدث عندي في مسار الطين يحدث عند الدقاقة. وطبعا الحجم الصغير للنوزلات يعطي هاي فيلوسيتي، سرعة عالية، لذلك دائما من نحتاج ضغط عالي نغير حجم النوزلات، اي يكون الحجم اصغر حتى توفر لي هيدروليكية تنظيف جيدة عند القاع، تجنب تراكم الكاتينج وضمان وصولها للسطح. شلون احنا يعني من نمسك الصوندة نضغط على فتحة الصوندة حتى نقلل القطر ونزيد سرعة تدفق السائل، لذلك تكون عند الدقاقة خسائر الضغط كبيرة ولكن نربح سرعة عالية. لذلك لو تلاحظون عندما نصل إلى أعماق كبيرة نحاول نغير النوزل سايز الى اصغر حجم لغرض الحصول على سرعة اكبر. هسه نجي خطوات حساب فقدان الضغط عبر الدقاقة. واولا البي بيت فقدان الضغط عبر الدقاقة بالبي اس اي يساوي البم بريشر ماينس نفتح قوس بي 1 بلس بي 2 بلس بي 3 بلس بي 4 بلس بي 5 بلس بي 6. وعرفنا شنو معنى هاي الارقام. ثانيا نحسب النوزل فيلوسيتي، سرعة النوزل اللي وحدة قياسها الفوت على السكند. في نوزل يساوي 33.36 جذر البي بيت مقسوما على الدنسيتي. ومن ثم نحسب التوتال فلو اريا اوف نوزلز، طبعا هاي مساحة الجريان الكلية للنوزلات وحدة قياسها الانش تربيع. اذا التي اف اي يساوي 0.32 في الفلوريت مقسوما على الفينوزول. وبعد ذلك نحسب حجم النوزل، وهذا الشيء مهم حتى اعرف اي حجم النوزلات يجب ان استخدمه، وطبعا مقسوما على 32 مقسوما على 32. اذا حجم النوزل اللي استخدمه، اذا الدي نوزل يساوي 32 في جذر نفتح قوس 4 في التي اف اي، وهي حسبناها تي اف اي مقسومة على 3 باي. السؤال هنا ليش نقسم على 32؟ اريد الجواب منكم بالتعليقات. اذا من خلال خسائر الضغط عبر الدقاقة نقدر نعرف او نصمم حجم النوزل الواجب استخدامه في البئر. طبعا العلاقة بين ضغط المضخل بم بريشر وسرعة المضخل SPM وكثافة طين الحفر وحالة طبيعية لما أزيد عدد الضربات اللي هي الـ SPM لكل دقيقة سوف يزيد ضغط المضخة، والعكس هو الصحيح. إذا العلاقة طردية، إذا ضغط المضخة الجديد بعد تغيير سرعة المضخة ويساوي ضغط المضخة القديم في سرعة المضخة الجديدة اللي هي الـ SPM2 على سرعة المضخة القديمة اللي هي الـ SPM. إذا والقوس كله مرفوع للأس تربيع. وثانيا حالة طبيعية لما أزيد كثافة طين الحفر سوف يزداد ضغط المضخة، إذا العلاقة طردية. إذا ضغط المضخة الجديد بعد تغيير كثافة طين الحفر يساوينا ضغط المضخة القديم في نفتح قوس كثافة الطين الجديدة على كثافة الطين القديمة.
سعدنا مثال نقراه ونفتهم ونشوف شنو المطلوب. The bomb brusher at 120 SPM is 3000 PSI. What is the new bomb brusher if the bomb rate is reduced to 230 SPM? And what is the new bomb brusher if the mud weight is increased from 10 ppg to 12 ppg? بعد ما قرأنا السؤال وعدنا مطلبين، وعد المطلب الأول ضغط المضخة بعد تقليل سرعة الحفر إلى 30 بعد أن كانت 120، وقلنا البي 2 يساوي البي 1 اللي هو الأولد في الأس بي أم 2 على الأس بي أم 1 والكل تربيع. كم صارت عندي قيمة البي 1 3000 في الأس بي أم الجديد 30 مقسوما على الأس بي أم القديم 120، وهذا الناتج كله مرفوع تربيع ويساوينا 188 PSI. عندنا المطلب الثاني ضغط المضخة الجديد بعد تغيير كثافة الحفر، وكانت كثافة الحفر 10 PPG وزيدت إلى 12 PPG. إذا عد البي 2 يساوينا البي 1 في النيو مود ويت على الأولد مود ويت، ويساوي 3000 في نفتح قوس 12 تقسيم 10 ويساوي 3600 PSI. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة إن شاء الله.